مرحبا، ان شاء الله تكونوا تمام. اليوم حبيت اوريكم مشترياتي من شي جلام. اللي ما بيعرف شي جلام هي براند ميك اب من شي ان، فخلوني يلا اوريكم ايش هي الباليتات والميك ابات اللي انا اشتريتها من شي جلام. يلا نبدا. فاونديشن من شي جلام، هذا الفاونديشن المين لسه ما تكلم عنه، مين لسه ما مدحه، الكل بيمدحه وبيقول عليه جدا حلو وبيقولوا جودته تعادل جودة الماركات العالمية في الفاونديشن، وبرغم انه صار على فكرة رخيص مش غالي، فخلونا نجربه ونشوف هل هو فعلا على كلامهم ولا مجرد كلام على الفاضي. تعال نشوف. جدا ناعم على البشرة، خفى كل العروق اللي في ايدي. يعني فول كفر جدا حلو، حبيت على فكرة، كأنه بيخلي البشرة مخملية. شوفوا مرة ناعم وحبوب من قلبه. اللي حب هذا اللون درجته جولد. طيب هدول باليتات، شوفوا كم باليت اشتريت، واحد اثنين هذا الثالث، اشتريت ثلاث باليتات راح ارويكم اياها. شوفوا طريقة التغليف جدا حلوة، حبيتها علشان ما بيتكسر الفنتاج، علشان ما يتكسر الباليت مع الشحن وكذا. فشوفوا كيف مغطينه، يعني مضبطين الوضع تمام. اوكي هذا تقريبا الكوكيز اذا انا مو غلطانه. لا هذا مو الكوكيز، هذا الجليتر. اوكي الالوان تهب بل وكلها جليتر فيها، شوفوا جدا تهبل الالوان، مره جنن تجنن تجنن من قلب قلبها. طبعا انا اخذت واحد جليتر، هذا هو الجليتر، بعضهم فيه لمعه وبعضهم بدون لمعه، فحبيت الالوان. راح اوريكم الثاني كمان اللي اخذته، هذا ثاني باليت واللي هو باليت سمارت كوكيز، يعني هذا الالوان الدرجات البنيه الالوان الترابيه، شوفوا كيف شكلها كلهم بنيات. نجرب. شوفوا شوفوا لحظة امسك الالوان الثلاثة. اوكي حبيت على فكرة برغم اني مسكتهم خفيف علشان اشوف هل هو راح يعلم على ايدي ولا لا، بس برغم اني مسكت خفيف الا انه شوفوا كيف علم على ايدي. فكيف لو انا زدت طبقة ثانية، استنوا طبقة ثانية في الألوان الثلاثة، نديك هضبطهم على الألوان. الألوان جدا واضحة ويعني من لمسة خفيفة على طول بانت، فحبيت جدا الألوان. هذا في جليتر ولا لا؟ ما فيهوش أي لمعة، ما فيهوش ولا واحد فيه لمعة. شوف اللي بعده، التغليف أغرمت في التغليف. طبعا دائما شي جلام في الباليتات تبعهم يعني دائما بيمدحوهم بزياده، يعني هذول الاشياء عليها جدا مدح عالي. الله الالوان تموت جمال، شوفي ما احلاها ما احلاها. هذا مكسيكو سيتي، درجته مكسيكو سيتي. الاحمر اللي هنا يخرفن، استنى اجربها، امسح الاول بس. والله بيطبع مرة حلو، حلو من قلبه. صح اللون مو بدرجة الغمقان اللي هو موجود هنا، على فكرة فاتح، فشوفوا اللون على ايدي، شوفوا اللون هنا، شوفوا كيف طلع الالوان. طيب جرب ثاني، راح اجرب اللي فيه جليتر. شوف هذه اللمعة واضحة بس يمكن يبغى لها طبقات اكثر، راح ازود طبقة عليها. لا حبيتها مرة حلوة، بس على فكرة لازمكم اكثر من طبقة اكثر من طبقة عشان يظهر اللون. نجي لهذا، شوف ايش هو، نجي لهذا شوفه. هذا شو اسمه الصمغ الرموش، هذا الصمغ طبعا انا كنت حابه انه اخذ الصمغ الرموش الشفاف، بس للاسف كان قد كمل من الموقع، فلذلك اخذت القلم مقلوب. انا فكرت كده ينفتح طلع كذا، شوفوا، بس اخذت اللي هو اسود على ايلاينر. فشوفوا كيف
لا حبيته، شوفوا كيف شكله، شوفوا شكله كده، شكله حلو. الخطة اللي سواها صح مش غليظة، يمكن علشان انه في مزيل مكياج في ايدي من قبل، فيمكن عشان كده سوى فراغات وحبيبات، يعني مو غامق كامل، بس ان شاء الله لما اسويه على العين يثبت الرموش. هذا اللي تقريبا كل اليوتيوبرز تكلموا عنه تبع الميك اب، كلهم يقولوا عليه حلو ويجنن، وانا صراحة اخذته على المدح. حمرة الخدود هذه هي بلاشر كريمي، جرب. الله شوفي كيف من جوا شكله، ها يبان فاضي على فكرة من داخل ما فيهوش ماء، لا والله في شوية ما شوفوا شكله من جوا، هذا شكله، هذا شكله من برا لما نفتحها، بس يبان اللي جوا باين عليه فيه فراغات وبينزل ماء. شوفوا خلينا نشوفها هنا، يا جماعة تبعهم الكواليتي موت جمال، يموت. شوف الجمال، شوف الحلاوة، شوف اللون، برغم انه مسحة يعني من كل حاجة سويت فيها مسحة خفيفة على طول بيبرز اللون يعني، والكواليتي كمان في نعومة. بلاحظ انه ما سوالي اي حبيبات، بعضه لما نحطه بيسوي حبيبات في الوجه وكذا، برغم انه في ايدي بس ما سوى اي حبيبات، فلا حلو. وكمان اللون سهل انه شو اسمه، سهل انه يتوزع حباب، واللون كذا واضح حلو ميال، هذا على اورانج شوية. هذا اللي هو مساكة الرموش، بدل ما امسك الرمش واسوي كذا فاخذت هذا علشان كذا يمسك لي الرمش والصق فيه. هذا اي شادو من شي جلان، بس هذا الاي شادو كريمي، هذا الاي شادو حبيته اول ما شفته، الفكرة تبعه حلوة. شوفوا شكله من جوا، شوفوا اللون. طبعا انا اخذت البنيات لان البنيات بقدر استخدمها صباح ليل، يعني اي وقت بقدر استخدمها، والبنيات كمان تصير عملية اكثر. فشوفوا هذا هنا من هنا، شوفوا المفاجأة من هنا، شايفين هذا ريشة، الريشة الخاصة بالتوزيع تبعه، فراح ارميها هنا. شوف الحلاوة، استنوا اوزع، شوفوا كيف التوزيع تبعه هذا، شوفوا مرة سهل سهل سهل. افتكرته على فكرة ممكن انه يتكتل في مكان واحد ويتعبني وانا بوزع، بس شوفوا كيف بوزع بهدوء وبنعومة وسلاسة، فبيتوزع معايا. هذا بلاشر بس نوع ثاني، في جزء إضاءة والجزء الثاني بلاشر، فراح أرويكم إياه. يعني هذا أخذته علشان يكون بالشنطة في أي مناسبة، في أي مكان تاخذي معاكي هذا البلاشر، يعني عشان يكون سهل يكون موجود معاكي في الشنطة. فشوفوا من هنا إضاءة، هذه الإضاءة، والجهة الثانية اللي هو اللون اللي هو البلاشر. نشوفها مجربها، طبعا ايدي كلها بتلمع من اللماعة اللي سويتها قبل شوي. شوفوا هذا ممتاز، هذا الثاني صراحة ما بان كثير، ما حبيت. شوفوا الوردي طلع على طول على ايدي، ها شفتوا، اما الثاني هذا ما طلع، شوفوا كيف حتى اللمعة تبعه مش واضحة كثير، فما حبيته، حبيت اللي تحت، اللي فوق لا. شوفوا كيف شكله، بس بالرغم على فكرة انه من هنا شوفوا اللمعة كيف اللي عاملها. هذا اللي هو تقريبا الاي لاينر، اذا انا مو غلطانة، لانه هذا اي لاينر، لانه انا طلبت هذه الدفعة برغم اني طلبتها بدري، يعني وصلتني بدري، بس نسيت انا ايش طلبت من كثر الاشياء اللي طلبتها. فتقريبا شوفوا شكله من جوا، تقريبا هذا اللون البنفسجي، لان طلبت واحد ثاني لونه ابيض بنفسجي. شوفوا على فكرة الجلو اللي سويته اللي هو الصمغ الرموش لحد الان ما راح، جالسة امسحه من اول ولا رضي يخرج. تعالوا شوفوا هذا، الله شوفوا اللون ما اجمله، على طول من خط واحد
بان على طول، فحبيت اللون كثير. اشتريت ماركات ثانية بس ما بتبرز على طول من خط واحد، لازم مرة اثنين ثلاثة عشان يبين اللون البنفسجي النقي، بس هذا على طول بان اللون. تعال نشوف الثاني، هذا يبقى اللون الأبيض. على فكرة نفس هذا، هذا اللون الأبيض. لا هو أنا غلطت، سوري، والله الأشياء مليانة تحتي. أيوة هذا اللون الأبيض، عاملينه على رمادي من فوق، شوفوا شكله. أحط جنب أخوه نخط. لا والله يمكن لأنه إيدي فيها مزيل مكياج، فعلشان كذا بان اللون شوية فاتح كأنه على رمادي ميال مش على أبيض، شوفوا. بس تعال نشوف هالدقيقة. لا بس حلو، لما زودت اللون بان اللون الأبيض أكثر، ما أدري إذا هو يبان في الكاميرا أبيض نفس إيدي ولا لا، بس هو اللون حلو جدا حلو، حتى بياضة لما زودتها جدا بياضة حلو. لا جدا هذول من المفضلات، جدا جميلين. اشتريت ميني شادو، برغم ان الشادوهات هذول كلهم ما كفوني ولا طلعوا بعيني، لا كمان ازيد واشتري باليت ميني شادو. شوفوا شكلهم، اي لون كنت اي لون يعني كان يعجبني في الموقع كنت اخذه. برا ومن جوا كده برضه، هذا شي جلام. نسلل اللون هذا، شوف اللون فين احطه، هنا. الله الله الله، شوف الحلاوة، شوف الحلاوة، شوف اللون وبروزة، اللون عليه لمعة، اللون والله ما أدري ما أدري الكاميرا راح تبين ولا لا، بس اللون يتاكل أكل والله من قلبه يتجنن. شوفوا الجمال اللون، ما ادري اذا الكاميرا تبين لكم حلاوته ولا لا، بس اللون يهبل في الحقيقه، يهبل والله. مو على سعره ابدا، مو على سعره. لو اقول لكم كم سعره، انا اخذت واحد رخيص، كم سعره مش عارفه والله ما اتذكر، بس سعره جدا 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 رخيص، يعني اخذته كذا على الماشي لانه اللون عجبني. يلا يا عمي خذيه. ما توقعت انه يكون بهذه الحلاوه، والله يهبل. ميني الثاني، ميني شادو، اشتريته بنفس الايلاينر اللي شفتوه قبل شوي، هذا شكله من برا وهذا شكله من جوا. جيب اينام، الله الله الله، وين احطه هنا؟ لا حطه جنب اخوه. اويلي اويلي اويلي، لا انا راح ازود، سوري. اويلي صح، هو مش غامق بهذاك الشكل، بس اللون لا 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 يموت جمال، يخطف القلب، يموت. ايش ادلعها، اللون كيكة. شوفوا احلى. لا والله اكمل بس الفيديو وراح اسوي مكياج، ما في امسح واسوي، ما في. شوفوا العلبة، الكياتة تخطف القلب، كياتة كياتة في العلبة مو طبيعية. حتى امسح ايدي، بس ايدي كلها وسختها مكياجات. شوفوا الالوان كيف من جوا، طبعا انا لما اخذتها اخذتها على اساس انه هذه الالوان فاتحة، لانه الحواجب لازمها كذا الوان اللي هو فواتح اللي هي بني فاتح، فهذا مكتوب عليه براون، فانا اخذت البراون، وشوفوا البراون كيف طلع لي اسود، مو باين انه فاتح، برغم انه كان في واحد ثاني انه بلاك، بس كان لونه جدا غامق، فالان لما شفته طلع العكس، معايا الغامق والبلاك هو اللي فاتح. بس اغلب التعليقات البنات اللي كانوا موجودين يعني تكلموا عن هذا المنتج، فكلهم قالوا عليه انه اخذوا من البراون، وكلهم قالوا عليه انه حلو يجنن، حتى لما صوروه صوروه فاتح، بس ليش انا وصل لي غامق؟ مش عارفه، شوفوا كيف غامق. شوفوا هذا مو باليت. لا تقلقوا مو باليت. هذا عرفت انه مو باليت،
لأنه خلاص كملت أنا 3 باليتات، فهذا راح يكون اللي هو بلاشر. بس هذا أنا استغربته باودر، شوفوا شوفوا من جوا كمان شي جلام، شوفوا شكلها في 3 درجات. طبعا اللي أخذته أنا ميال للبرتقالي، هو فعلا في الواقع ميال للبرتقالي. تعالوا رويكو، شوفوا هنا وين أنا سويته، هذا هذا شوف اللون، وهذا الثاني اوكي هنا، هذا الغامق اللي هو هذا، هذا اللي هو هذا، وهذا اللي هو هذا، ولين الثالث، الثالث هذا راح نحطه وين؟ حطه هنا، يلا خربانة خربانة. شوفوا هذا هما. الآن راح نجي لفقرة الرموش. هذه الرموش المغناطيسية، طبعا هذا العلبة بتحتوي على آيلاينر، يعني صمغ الايلاينر، وكمان ايلاينر وصمغ مزدوج، وكمان بس ايلاينر وصمغ. تقريبا فيها ملقط اذا انا مو غلطانه، بس ما راح افتحه لاني حابه اعمل لكم فيديو خاص بها، فترقبوا الفيديو راح اسويه في هذول. انا راح تستغربوا ليش هو في هنا صمغ وانا رحت اشتريت صمغ ثاني. الخلاصة انه هنا الصمغ اللي موجود هو خاص بالرموش المغناطيسية فقط، يعني انه اي رموش ممكن استخدمها مع هذا الصمغ ما راح تركب معايا، لانه هذا الرموش خاص بس بالمغناطيسية. هذه مناديل لازالة المكياج من شجلام، شوفوا العلبة كيف، يعني فيها تقريبا 100 حبة واكثر، مش ذاكرة بصراحة. انا قلت لكم امشي في الموقع واشتري بس هواية. شوفوا العلبة من جوا كيف شكلها، اوكي شوفوا القطنة ناعمة، شفت المخدات؟ زي المخدة والله. يعني زي المخدة، ايش اقولكم؟ كذا نعمت طبعا، كذا بتستخدم، نحط كذا اصابعنا هنا الاثنين حسب ما شفت في الصورة واتذكر، يعني حسب ذكرياتي عن الصورة انه كذا، بعدين نجلس نمسح كذا. طبعا هي جافة لازمها مزيل مكياج، بس هي كذا بتمسح بس، اهو مسحت للجزء الاول الطبقة الاولى، لان يدي فيها اكثر من طبقة. القطنة اللي انا بستخدمها مو ناعمة بهذا الشكل، والله ناعمة ناعمة ناعمة، يعني البشرة بتحافظ عليها. دمت لنا يا شي جلام. هذا يا بنات شوفوا شكله، شوفوا هذا، هذا في جزئين. عجبتني الأشياء إنه اختصار، بدل ما أجيب مجموعة أشياء أجيب حاجة موجودة فيها اثنين. يعني الجزء هذا في محدد للشفايف، تمام، والجزء الثاني اوكي وات، لساتني فرحانة بو والله. كسر، وين راح؟ ندخله بس بعدين قليل، شوفوا كيفه احنا ندخله اوكي، مرة صغنون، تحسه زي اصغر من صباع ايدي الصغنون. شوفوا كيف اوكي، شوفوا شوفوا اللون، امشي اللون بعدين نتصرف، رغم اني زعلت عليه لانه انكسر. راح اوريكم اياه على ايدي، هذا الروج وهذا القلم من تحت، شوفوا كيفه كيف الالوان. هذا لوني في الروج المفضل دائما، على فكرة انا بغير في الروجات تبعي، بس ما ادري ليش لما اجي اصور كلهم يطلعوا لي نفس اللون، يا احمر قارح من وجهي، ولا يطلع لي بني بس على شكل وردي، انتوا فهموها عاد. شوفوا الفيديوهات تبعي راح تشوفوا الروج انه كله مكرر، برغم انه والله العظيم في كل فيديو لازمني لون غير، بس هم يطلعوا كده في التصوير، انا ايش لي دخل. نيجي لاخر اختراع، يعني الحاجة اللي كنت اتمناها انها تصير بالمكياجات، انهم يجيبوا اختراع جميل فيها،
لأنها فعلا شغلة بتخرب المكياج. فبالصدفة وأنا أدور 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 لقيت لكم هذا الاختراع الجميل الجبار الحبوب الكيوت اللي لو أمدحه من اليوم لبكرة ما راح أوفي حقه. طبعا أنتم مستغربين إيش هو هذا الشيء كده، فكروا معاكم دقيقة، فكروا تبع إيش هذا. أوكي اللابتوب. فكروا الآن تبع إيش هذا، تبع إيش، إيش بيسوي؟ طيب ما راح تعرفوا أصلا. حقول لكم إيش يسوي. نفتحه وأريكم. هذا بديل لهذا. هذا الأعواد دائما لما بيتخرب علينا شيء هنا مثلا بيكون جدا دقيق وجدا يعني مثلا زي الأيلاينر، لما الأيلاينر كده بنحرف شوية عن مسار أو بنطلع شوية وبننزل، فنكون محتاجين حاجة نمسح بها غير القطن، لأنه أحيانا يكون رفيع الخط فأنت حابة تمسحي فيه يمتسح لك كل حاجة وتتخربي وتبهدل الشكل وترجعي تعيدي الأيلاينر من البداية. فهذا الاختراع الحبوب الجميل تبعدي الطلعة البسيطة اللي صارت، انت تبعديها كده بمسحة واحدة تبعديها. فهذا هو الاختراع الجبار اللي راح ينهي هذا الشيء من المكياج. معايا مع مأساة. فعلشان كذا هذا لما شفتها جدا 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 فرحت. شوفوا كيف شكلها، صغيرة على فكرة، صغيرة صغيرة بشكل ما تتوقعون. يمكن الآن في الكاميرا راح تبين لكم انه كبير يمكن، بس شوفوا كيف هو صغير، شوفوا كيف صغيرة جدا. فهذا حبيته، هذا راح يكون رفيقي. رفيقي في المكياج. وبس والله كذا كنت كملنا. هنا عندي تحتي حوسة على فكرة. وفي الأخير أحب أقول لكم شغلة عن شيجلام، فعلا 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 تستاهل كل ريال دفعته فيها. من الآخر وبس والله وصلنا نهاية الفيديو، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا فيه وانبسطتوا وفرحتوا زي ما انا فرحت بالاغراض اللي وصلتني. وانا خلوني اروح اسوي لي مكياج، امسح لي فوتشي وراح اسوي لي مكياج من اول وجديد واجرب المكياجات هذه كلها. وبس والله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.